مشاهدينا الكرام، لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور أشرف سينجر، أستاذ السياسات الاستراتيجية بجامعة بورسعيد. دكتور أشرف، بعد التحية، تطورات متلاحقة وسريعة في الأزمة الأوكرانية، ما هي السيناريوهات المتوقعة، وهل تتوقع اتساع نطاق المواجهة العسكرية وغير العسكرية أيضا خارج منطقة الحدود الأوكرانية الروسية؟ لا، خارج الحدود الأوكرانية مفيش توسع للعمليات، لأن أعضاء حلف الأطلنطي دلوقتي رومانيا، بولندا، يعني دول الجوار أوكرانيا، وطبعا دول البلطيق. فيعني في نهاية الأمر هذا يخالف طبعا المادة الخامسة من ميثاق الحلف. وأنا أفتكر كمان إن الرئيس بوتين في طبيعة العمليات كما بدأ كده باستخدام الصواريخ، ولكن 44 مليون أوكراني قوة مسلحة ضعيفة طبعا نسبيا بالنسبة للقوة المسلحة الروسية. إذا حدث يعني عدد كبير من القتلى، أفتكر أن الرأي العام في أوروبا، ليس سياسيين ولكن رأي عام للشعب أو الشعوب الأوروبية، هيكون صوته مرتفع جدا، وهيبقى الامر نعم. يعني ليس سهلا بالنسبه للروس. في تقديرك دكتور اشرف، يعني من يبدا الحرب لابد ان يعرف متى ينهيها، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتاكيد يعرف متى ستنتهي هذه العمليه. اولا، ما هو الهدف من هذه العمليه؟ ثانيا، في تقديرك متى تنتهي؟ الهدف من العمليه هو انه وصل إلى نقطة الصفر أو إلى حافة الهوية مع حلف الأطلنطي. يعني كان هناك أمور واضحة بعدم اتساع الحلف، ولكن الحلف اتسع وضم دول كانت أعضاء في حلف وارسو، كانت من جمهوريات سابقة الاتحاد السوفيتي. هو في إدراكه كعقيدة يعني ينتمي إلى الاتحاد السوفيتي، ينتمي إلى إمبراطورية روسية، رأى أن ما يحدث الآن هو انتهاكا لفكرة الكرامة والكبرياء الروسي. لكن إمتى ستتوقف العمليات؟ هذا أمر صعب. الحروب تحتاج إلى اقتصاد وتحتاج إلى معدات وعتاد. إذا ما دخل الأطلنطي على خط السباق والمناغصة وتوسيع العمليات المضادة، افتكر ان العمليات في اوكرانيا هتستمر لفتره تتجاوز الشهرين او هل تتوقع ان يتدخل حلف الناتو او يعني، لان اوكرانيا تقف الان لوحدها، هل تتوقع بان الاطراف المعنيه ستتخذ خطوات جاده حتى لحفظ ماء الوجه حتى الان؟ هم قد اتخذوا قبل الغزو بتسليح اوكرانيا اسلحه، يعني كما أشارت السفيرة الأمريكية في اجتماع مجلس الأمن أمس، بأنهم حصلوا الأوكرانيين على أسلحة متطورة يستطيعوا أن يناغصوا على الروس إذا ما اقتحموا كييف أو دخلوا في الشوارع. ليس كل ما يعرف يقال. بايدن كان عنده اجتماع في مجلس القومي النهاردة، اجتماع السبعة الكبار، في دعم اقتصادي غير محدود لأوكرانيا، ولكن هل حلف الأطلنطي بإنفاق يصل إلى 1200 مليار دولار في مقابل روسيا 66 مليار، هل سينكسروا أمام الإرادة الروسية؟ من سينكسر أولا؟ وهذا هو الخطر على أوكرانيا. نعم. دكتور أشرف، أشكرك جزيل الشكر، وأعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى الدكتور أشرف سينجر، أستاذ العلاقات السياسية في بورسعيد. دكتور، يعني توقفنا في الحديث عن بعض السيناريوهات المتوقعة، في تقديرك الآن ويعني مرحلة النفس الطويل، هل ستدخل خلال الأيام القادمة، وسيادتك تفضلت بأنه يمكن أن تستمر لمدة شهر أو أكثر إذا ما دخل حلف الأطلنطي على المواجهة؟ هو حلف الأطلنطي على المواجهة الآن، يعني هو دلوقتي الاتحاد الأوروبي في مواجهة الآن، أستراليا، يعني أقصد مواجهة عسكرية الدول. لا، المواجهة العسكرية يعني من الصعوبة تصورها، يعني انها تحدث
على يعني بين روسيا وبين حلف الأطلنطي. هو طبعا استخدام السلاح النووي ما يعني مستبعد تماما في القضية الأوكرانية تماما. يعني هو يعني يعني يظل هناك استخدام للأسلحة التقليدية، لكن السؤال المهم من سيفقد الكبرياء والكرامة إذا تكرر النموذج السوفيتي في أفغانستان في موقف أوكرانيا؟ يبقى إذا كده روسيا فقدت كرامتها للمرة الثانية. إذا لم تفقد يبقى نتحدث عن تشكيل نظام دولي جديد، إما بقى متعدد الأقطاب. هل هو الصين وروسيا هيديروا العالم وأمريكا وخلاص ستختفي من قيادة العالم؟ دي بقى بترجع إلى طبيعة من سيفرض الكلمة ويعطي الرأي. ستكون القضية الأوكرانية كما كانت بورسعيد في 1956 تغييرا لنظام دولي جديد، ستكون أوكرانيا تغييرا لنظام دولي جديد. نعم دكتور أشرف، يعني دعنا نعود بالزمن إلى 48 ساعة ماضية، وفي تقديرك كيف قام فلاديمير بوتين بتهيئة مسرح الأحداث سياسيا ودعم تلك المقاطعتين الانفصاليتين من أوكرانيا؟ هو طبعا الدعم منذ فترة طويلة باعتبار أنهم أغلبية روسية، يعني لهم ولاء لموسكو، يحملون جوازات سفر روسية، يتنقلون. ولكن التمهيد النيراني أو التمهيد الإعلامي قبل النيراني كان الأمريكيين والأوروبيين متوقعين الضربة. يعني الأمريكان تحدثوا أكثر من مرة عن بدء بالتحديد، يعني واضح أنهم كان يعني عندهم ساعة الصفر، لأنهم فعلا امبارح كان أمس يعني أنتوني بلينكين حدد تحديدا إمتى ستبدأ الضرب. أنا أفتكر أن بوتين لم يكسب إعلاميا أو تعاطفا في العالم الأوروبي، باعتبار أنهم حسوا أن الأول مرة يحصل فيه تهديد مرة أخرى من فترة كبيرة للأمن الأوروبي في حالة من حالات. يعني حتى كان أمين عام حلف الأطلنطي وضع عليه التوتر الشديد، لأن دي أزمة كبيرة. يعني هل هناك أمور تطبخ في يعني في الغرف المغلقة لروسيا؟ ده وارد. هل روسيا ستكمل على أوكرانيا لإثبات كرامتها وأنها تطاولت وأنها حرب تأديب؟ في تقديرك دكتور أشرف، ما هو موقف الصين؟ والصين يعني جار وحليف استراتيجي لروسيا، وهناك علاقات كبيرة بينهما، والصين لديها أيضا مشكلة مع تايوان. في تقديرك كيف ستتحرك الأمور على مسرح الأحداث أو رقعة الشطرنج الدولية، وموقف الصين من هذه الأزمة الأوكرانية؟ يعني الصين تراقب عن كثب ماذا سيحدث في الموقف الأوكراني، لأنها ده سيشجعها على احتلال تايوان بنفس الطريقة. وده اختبار، هو ده اللي مخلي طبعا بايدن والأطلنطي في اهتمام بما يحدث في أوكرانيا، لأنهم يعني غير قابلين بأن تكون كلمتهم مكسورة، لأن قيادة العالم ممكن أن يتحولوا من الصين وروسيا يكون لهم قيادة للعالم. هو طبعا العالم في الأنجلو ساكسون اللي هم المجتمعات الأوروبية التي كبرت بأمريكا عندهم تقاربات في القيم والمفاهيم، غير برضو الصين وروسيا، غير الهند والصين. ولكن الصين تم تجهيز سيناريو أنا أفتكر أنه محكم من الهند ومن اليابان ومن أستراليا ومن بريطانيا بجانب حلف الأطلنطي للمحاولة على تقييد حركتها المستقبلية. هو المهم الآن هو بوتين، لأنه أصبح قابلا للمخاطرة،
والذي يقبل المخاطرة نعم أحيانا لا يمكن أن تتنبأ أين تصرفه في الفترة القادمة. يعني بوتين رجل مخابرات في المقام الأول، ورجل المخابرات يتحرك من أمرين، معلوماتي في المقام الأول، وثانيا تقديرات الموقف وفق التقارير الميدانية والدولية أيضا التي ترد إليه. لكن يعني من ناحية اقتصادية دكتور أشرف، الآن أوروبا في أواخر فصل الشتاء، وهي يعني الثلوج تغطيها، ما الذي سيحدث في مسألة الطاقة والغاز، وروسيا داعم أو تمد الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبا بالغاز بشكل كبير؟ ده حقيقي، لأنهم الأوروبيين طبعا بيستوردوا 40% من احتياجاتهم من روسيا. ألمانيا يعتمد 26 مليون مواطن ألماني على الغاز الروسي للتدفئة، لكن في كلام بايدن وقرارات ألمانيا ومعظم الأوروبيين الذين يتعاملون مع روسيا، هم قبلوا إلى دفع فاتورة اقتصادية ضخمة لتحقيق أهداف سياسية، بمعنى أنهم التزامهم أو خضوعهم إلى بوتين باستخدام ورقة الطاقة ده ممكن يغير كثير من السياسات المجتمعة في حلف الأطلنطي. نعم أنا أفتكر إن الاعتماد، يعني بايدن تواصل مع الدول العربية التي لها احتياطات نفطية أو غاز طبيعي لسد العجز، فيعني البدائل الآن تسير نحو التصعيد ودفع التكلفة الاقتصادية حتى لو بأسعار عالية للحصول على الطاقة، نعم وهذا أمر سيستمر. شكرا جزيلا لك دكتور أشرف سينجر، أستاذ السياسات الاستراتيجية بجامعة بورسعيد، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.